قرر مجلس النواب خلال جلسة مسائية عقدت الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وبحضور هيئة الوزارة تمديد المهلة المحددة لتسجيل الكتل النيابية في الأمانة العامة للمجلس إلى يوم الخميس. ودفع النائب محمود الخرابشة بضرورة الحفاظ على أحكام النظام الداخلي وعدم تمديد التسجيل، فيما قال النائب أمجد المسلماني إن الهدف من الطلب من أجل فرز أسماء النواب لتسجيلهم في الكتل. مع قرار المجلس ومع الكتل ومع تشكيلها، لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نخالف النظام الموضوع استنادا لنص المادة 83 من الدستور التي تقول بأن يضع كل من المجلسين أنظمة داخلية تضبط وتنظم إجراءاته وتعرض هذه الأنظمة على الملك للتصديق عليها. النائب سعد البلوي أوضح أن المجلس هو من يقرر ذلك مع التأكيد على احترام النظام الداخلي. وقال النائب جميل النمري إنه لا يوجد نص في النظام الداخلي أن يحظر عدم التمديد، وبالتالي لا يوجد ما يمنع إمكانية أن يقرر المجلس تمديد الفترة لتاريخ جديد. وقال النائب عبد الهادي المجاري إن الهدف من إنشاء الكتل تنظيم عمل المجلس، مشيرا إلى أن الأصل العمل بروح النظام الداخلي ومصلحة المجلس وجود كتل، سيما وأن المجلس سيد نفسه. وقال النائب سعد هالي سرور إن المجلس يعبر عن سيادته بالنظام الداخلي. سيد الرئيس، نعم المجلس سيد نفسه، لكن المجلس عبر عن سيادته بالنظام الداخلي اللي وضعه المجلس وهو صاحب السيادة، وبالتالي وضع هذا النظام لكي يلتزم بالنظام الداخلي بنصوصه التي وافق عليها المجلس. وأعلنت الأمانة العامة في مجلس النواب عن تسجيل 8 كتل نيابية وفق النظام الداخلي الذي حدد مهلة شهر من افتتاح الدورة العادية للتسجيل. والكتل التي سجلت هي وطن وضمت 17 نائبا، وتمكين التي ضمت 16 نائبا، والاتحاد الوطني وضمت 16 نائبا، والنهضة التي حوت 17 نائبا، والمبادرة وضمت 15 نائبا، والإصلاح 16 نائبا، وكتلة وفاق المستقبل 24 نائبا، والوسط الإسلامي 16 نائبا. رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور قال خلال الجلسة إن المشاريع الممولة هذا العام والعام الماضي من المنحة الخليجية تصل إلى 35%، مشيرا إلى أن المنحة القطرية أدرجت في الموازنة لكنها لم تصل حتى الآن. المشاريع المتعلقة بالخطة العام الماضي وهذا العام إن شاء الله سوف تصل إلى 85%، مع العلم أن المنحة القطرية أدرجت في الموازنة ولكنها لم تأتي، ولذلك تخفض النسبة، لأنك إذا تحسب النسبة تأخذ المنحة الخليجية وكأنها حقيقة، الواقع هي ما يجب. ونفى وجود أي تقصير في أوجه إنفاق المنحة الخليجية، وأن اجتماعات اللجنة المالية تبدأ الخميس للنظر في الموازنة، مؤكدا أن اللجنة المالية عند دراستها للموازنة سوف تكتشف أنه لا يوجد تقصير. المنحة الخليجية لا يوجد فيها أي تقصير، ستبدأ اجتماعات اللجنة المالية غدا، واللجنة المالية التي تنظر في الموازنة ستجد أن ما حققناه إن شاء الله ينال رضاكم وقبولكم. وحول تسعير المحروقات قال رئيس الوزراء إن المعادلة معلنة، موضحا أنه لا توجد معادلة تسعير للطاقة مخفية وغير معلنة. لا توجد معادلة تسعير طاقة مخفية عنكم ولا بشكل من الأشكال ولا عن غيركم، وهي منشورة ومعلنة موجودة وأنا مسؤول أمام المجلس الكريم، ومرت الجاي بيقول وزير الطاقة، أنا مش حافظ على غير لأنها معقدة، لكن بستطيع أني أعطي معالم الرئيسية، يدخل في تسعير الطاقة اللي بيصير ممارسته كل شهر اللي بيقوم بالتسعير لجنة من مختصين من الوزارات ذات العلاقة. هذا أولا. ثانيا واستثنائيا رتبنا لرئيس لجنة الطاقة ومن يشاء من أعضاء لجنة الطاقة العام الماضي بطوله أن يحضر شهرا بعد شهر تسعير الطاقة.
وحول الموقف الأردني من يهودية الدولة قال إنسور إن يهودية الدولة ينظر إليها على أنها خارج القرن كدولة تؤسس على أساس ديني وبقانون وهو أمر غير موجود. يهودية الدولة الأمة العربية قاطبة تنظر إليها بأقصى درجات الخطورة، لا بل والمجتمع الإنساني ينظر إليها وكأنها خارج القرن. ها هنا دولة تريد أن تؤسس على أساس ديني، وهذا حدث غير موجود على الكرة الأرضية. مش موجود دولة دينية معلنة بهذا الشكل وبقانون، هذا شيء غير موجود ولا يوجد مثل. هذا وقد أدى النائب الدكتور محسن عواد أحمد رجوف في بداية الجلسة اليمين الدستورية أمام المجلس، وذلك سندا لأحكام المادة 80 من الدستور وعملا بأحكام المادة 4 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وطلب الصفدي من النواب قراءة الفاتحة على روح النائب المرحوم محمد الخصونة.